السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على ما بعد ناخد التكنيك، اول تكنيك على الدفاع هناخد تكنيك الكزام الزوكي، ازاي ادافع كزام الزوكي، واكمل بعدها كياجو زوكي جودا. اول حاجه لازم ميك شور، لازم الدفاع تكون واثق ان الدفاع الدفاع بتاعك مظبوط، لان الدفاع لو مش مظبوط هو بيلعب كزام الزوكي، هو كزام الزوكي اجين اجين. بص هنا الفرق، بص انا عملت ازاي. تمام. طب بص لو عملت كده اجين بام اجين بام اجين بام، مور كلير. هنا واضح جدا الدفاع. طب هنا مش واضح، وبتدي فرصه للحكم انه ممكن يشوفها يوكو لو مش هنا الناحيه الثانيه، الحكم اللي في الكورنر ده او الكورنر ده ممكن يشوفها ويحسبها. لكن لو كده بتبقى انت موضح ان الضربه بعيده جدا، ان الدفاع بتاعك بيبقى واضح وتقدر تكمل، ويبقى الضربه بتاعتك واضحه جدا. يبقى ما تستخدمش الهلبو يطلع لفوق، كوعك ما يطلعش فوق في الدفاع، لان الدفاع بتاعك يبقى عامل كده. حته دي برضه هنزودها على الدفاع بعد كزام زوكي. دي ممكن تبقى صعبه على بعض الناس، بس لو انت ما عندكش بيزك مظبوط ممكن تبقى صعبه انك انت تعرف. فلازم يبقى عندك بيزك مظبوط عشان تقدر تعمل الدفاع بتاع الكزام الزوكي وترجع مع الضربه. كزام الزوكي. محدش يعمل كده 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 غلط. ترجع بس على قلب ده. بص عملت ازاي. بص ايه النين، لا برفع فوق ولا بعمل كده، من مكان على طول من مكان على طول. لازم تبقى الدفاع قوي، دفاع قوي. ها دلوقتي هنكمل، خلاص عملنا دفاع والوضع بتاعي مظبوط وراجع ورا مظبوط ومأمن ان الدفاع الضربه ورا بنسبه 100%. واحد اثنين. بص انا كملت منين؟ واحد من هنا على طول بكمل، ما بعملش ما بروحش ايدي فوق ولا باخد مسافه ولا من هنا على طول بكمل بايدي على طول. اجين اقدر اخش جوه واقدر وارجع تاني. دي اقدر ودي اقدر، بس لما تخش جوه هيبقى افضل لك، بحيث انك انت ما بتديلوش فرصه ان هو يكمل معاك اصلا اي تكمله. واحد خلاص، هو انت ما تخلوش يعمل حاجه، بس لازم ايدك تتلم قبل ما تروح بجسمك جوه. في نوع من اللعيبه هيضرب وتلاقيه داخل جوه جدا، داخل جوه جامد، بعد ما يضرب داخل وفرق يحسن المسافه من هنا وتلم، هتاخد اي بومبا، هتاخد يوكو برضه، هتاخد يوكو برضه. طيب لو هو بعيد روح له برجلك، روح له برجلك. قريب بكمل من مكاني، مش لازم اروح على حسب. طب لو بعيد، لو بعيد روح برجلك، روح برجلك ولم بسرعه. تمام. اتمنى الشرح يكون عجبكم ان شاء الله، واتمنى تستفيدوا بيه، وانتظرونا في فيديوهات قريبه ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.